الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. تفسير سفر المزامير لأبونا أنطونيوس فكري، المزمور 36. غير واضح زمن ومناسبة كتابة هذا المزمور، ولكنه هو مزمور يتأمل فيه داود في سبب أن الأشرار يرتكبون شرورهم وأنهم بهذا يتغربون عن الرب، ونرى صورة لفساد الأشرار وفي المقابل نرى صورة لكمال الله المتعدد الجوانب. آية 1: نأمة معصية الشرير في داخل قلبي، أن ليس خوف الله أمام عيني. نأمة معصية الشرير في داخل قلبي، قلبي يحدثني أن سبب معصية الشرير أن ليس خوف الله أمام عيني. لذلك يقول الحكيم: مخافة الرب رأس المعرفة. آية 2: لأنه ملق نفسه لنفسه من جهة وجدان إثمه وبغضه. لأنه ملق نفسه، هو خدع ذاته وغشها ليرضي ذاته، أو خدع نفسه ليرضي نفسه ويعمل ما تشتهيه نفسه من آثام. وخداع إنسان شرير لإنسان آخر يتم، والضحية البريء لا يدري. أما هنا فنجد أن هذا الإنسان يخدع نفسه أمام عيني نفسه، فهو حين يكتشف خطيته يتعلل بعلل كقوله: أنا لا أعلم أن هذا الفعل خطية، أو كل الناس يعملون هذا الشيء، أو أن الله هو الذي أوجدها أمامي، أو أنا ضعيف وظروفي هكذا. هذا شيء يشبه من يستعمل نوع من المسكنات ليسكن ألم جسدي، وهنا هو يجد مبررات ليسكن آلام ضميره. ومن يخاف الرب لا يقول مثل هذا الكلام، بل يعترف بخطيته طالبا الرحمة. ولكن من يخدع نفسه يدمر نفسه حقيقة. ولنلاحظ أن الشيطان لا يستطيع أن يخدعنا إن كنا لا نخدع أنفسنا من جهة وجدان إثمه وبغضه حين يكتشف خطيته أو يكتشفها الناس. وهنا حتى لا يكرهه أحد أو يلومه، بل حتى لا يلومه ضميره يخترع المبررات. الآيات 3 و4: كلام فمه إثم وغش، كف عن التعقل عن عمل الخير، يتفكر بالإثم على مضجعه، يقف في طريق غير صالح، لا يرفض الشر. الشرير يقف في طريق غير صالح، أما العاقل فيعرف أنه ضعيف ويمكن لهذا الطريق أن يكذبه، لهذا يهرب من طريق الشر ويرفضها. أما هذا الشرير فكل كلامه فاسد وأفكاره فاسدة حتى وهو على مضجعه، نهايته رهيبة، وإصراره على هذا الطريق هو الجنون بعينه. كف عن التعقل عن عمل الخير. آية 5: يا رب في السماوات رحمتك، أمانتك إلى الغمام. في السماوات رحمتك، الله له مراحم أرضية مادية، فهو يشرق شمسه على الأبرار والأشرار، وهناك بركات سماوية روحية يتذوقها أولاده. أمانتك إلى الغمام، رحمة الله تنزل علينا كما ينزل المطر من السحاب، والسحاب يشير للقديسين وبشفاعتهم لنا بركات، وتشير للأنبياء الذين بنبواتهم نشبع من كلمات الكتاب المقدس، ويشير السحاب لأن مراحم الله عالية جدا، فائقة ومرتفعة وعظيمة للغاية. ومهما كانت متاعبنا فمراحم الله أعلى وأعظم، وهو يهب رجاء لأولاده، بل يحولهم إلى سماء ولسحاب مرتفع عن الأرض. وتشير الآية أن ارتفاع أمانة الله تعني أنها في حكمتها غير مدركة لعقولنا، لأن الله في محبته يدبر لنا أعلى نصيب في السماويات. أما نحن فكل تفكيرنا محصور في أن محبة الله لنا برهانها هو حصولنا على أكبر قدر من الأرضيات وأقل قدر من الآلام. فهل فكر أحد يوما أن الموت وآلام هذا العالم هي الطريق للسماء؟ وأليس هذا ما نصليه في القداس: حولت لي العقوبة خلاصا؟ آية 6: عدلك مثل جبال الله وأحكامك لجة عظيمة. الناس والبهائم تخلص يا رب، تدبير الله ترفعنا من عمق الخطية وتهبنا بر المسيح، وتدبيره راسخة عالية كالجبال وعميقة جدا لا يمكن أن نفهم أعماقها، كما أنه لا يمكننا النزول لاكتشاف أعماق البحار. ومراحمه تصل لكل البشر، بل حتى إلى الخليقة الحيوانية غير العاقلة. الناس والبهائم تخلص يا رب، فهو يطعم ويحفظ كل الخليقة. جبال الله في العبرية حين يضاف اسم الله لشيء فهذا للدلالة على عظم هذا الشيء، فيكون تعبير جبال الله يعني به الجبال العالية جدا، والمعنى أن عدل الله عظيم جدا وعالي جدا. الآيات من 7 إلى 9: ما أكرم رحمتك يا الله، فبنوا البشر في ظل جناحيك يحتمون، يروون من دسم بيتك ومن نهر نعمك تسقيهم، لأن عندك ينبوع الحياة بنور
نورك نرى نورا. الله يحمي أولاده ويشبعهم من خياراته، يملأهم فرحا وبهجة فلا يحتاجون إلى الملذات الزمنية، يجدون في مخلصهم سر فرحهم الحقيقي، يملأهم من روحه القدوس ينبوع الحياة فتكون لهما ثمار، ويعطيهم الروح استنارة. بنورك نرى نورا، وهو يكشف لنا حتى أعماق الله، وبنورك نعاين النور. فبدون عمل المسيح الفدائي ما كان الروح القدس قد حل على الكنيسة، وبالاستنارة التي يعطيها الروح القدس لنا نعرف المسيح. والروح القدس هو الذي يفتح ويدرب كل حواسنا الروحية فنفهم أمور السمائيات. الآيات من 10 إلى 12: أدم رحمتك للذين يعرفونك وعدلك للمستقيم القلب، لا تأتني رجل الكبرياء ويد الأشرار لا تزحزحني. هناك سقط فاعل الإثم، دحروا فلم يستطيعوا القيام. كل نفس تذوقت عطايا الله تصلي مع المرنم ليديم لها الله هذه المراحم فلا تفقد سلامها، ويبعد عنها الكبرياء الذي بسببه يبتعد عنها الله، ويبعد عنها الأشرار حتى لا تغوى النفس وراء شرورهم فيفقدوا طهارتهم وبالتالي سلامهم. هناك سقط فاعل الإثم، ففي الكبرياء والشر سقط فاعل الإثم فلم يستطيعوا القيام، والأشرار الذين يدبرون الشر لأولاد الله يسقطون في شرورهم هذه ويسقطوا تحت لعنتها. أما عدل الله فيستمتع به المستقيم القلوب الذين لا يخدعون أنفسهم ويتملقونها. لا تأتني رجل الكبرياء، ابعد عني شر المتكبرين، وكما يقول الحكيم: قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الجبين.